الاطار موقفه ضعيف يفرض على رئيس مجلس النواب ان يعقد جلسه. ليش هو رئيس مجلس النواب لما علق جلسات المجلس بقرار منفرد من جنابه؟ هو هذا اجراء دستوري حقيقه، هذا في اي دوله يعاقب حتى خيانه عظمى، هذا لان عطل البرلمان بقرار فردي، ليس لنائب واحد ان يعطل البرلمان. رئيس مجلس النواب هو نائب، لا عنده منصب صحيح هو رئيس المجلس، لكن قرارات المجلس تصدر بالاغلبيه البسيطه، ما لم يناص على غير ذلك على خلاف ذلك، وهذا نص دستوري. الان احنا الاجراءات اللي جاي تصير، التفاوض ومحاوله اقناع الصدر، حقيقه الصدر هو انسحب بمحض ارادته، والكتله يعني ما حد جبر الصدر على الانسحاب، السيد الصدر قرر انه ينسحب وهذا خياره لا بس. وقال هو حتى في الخطاب اللي قاله بعد قبل الانسحاب او بعد الانسحاب، قال خلص يشكلون الحكومه، ولما كان الاحتجاج ابتداء كان على شخص محمد الشياع السوداني، ما كان على غير هذا، بعدين توسعت الفكره وصارت حلوه وصار بها مطالب جديده وصار يزج باخرين. حقيقه احنا اليوم اما نبني دوله او نبني اشخاص، هو الهدف.